أحمد رمزي أعلن إلحاده قبل وفاته ومات منتحر. إيه هي حقيقة هذه الأمور؟ ده اللي هنكشفه مع حضراتكم دلوقتي. قبره ليه أخفاه عن الجميع، وابنه المعاق اللي كان بيتكسف يتصور معاه. تفاصيل في حياة أحمد رمزي، الوسيم اللي كل الناس كانت بتتكلم على وسامته في جيله، هو طبعا أخذ الوسامة من والدته. اسمه رمزي محمود بيومي مسعود، عاش فترة طويلة في الأسكندرية. اتولد 23 مارس 1930 وتوفى 28 ديسمبر 2012. هو كان موجود في الساحل الشمالي اللي أوصى بدفنه هناك، وهنعرف السبب. أبوه طبيب مشهور اسمه محمود بيومي، كمان والدته اسكتلندية، وأبوه كان غني لدرجة غير طبيعية. درس أحمد رمزي في مدارس الأورمان وتعرف على عمر الشريف ويوسف شاهين. بعدها قرر انه يدخل كلية الطب علشان يبقى زي ابوه وزي اخوه. اخوه اللي اكبر منه فضل عايش خارج مصر وكان طبيب مشهور جدا. دخل كلية الطب ولكنه سقط 3 مرات متتالية، بعدها تم فصله فدخل كلية التجارة لحد ما خلص دراسة. يمكن خلص دراسة وهو بيمثل، لانه هو كمان اتأخر فيها جدا. ابوه توفى وهو عنده 9 سنين عام 1939. خسر كل ثروته في البورصة. هو كان من أغنياء مصر ولكن كان بيجازف جدا جدا. أحمد رمزي اتجوز 3 مرات، الأولى عطية الدرملي، والتانية نجوى فؤاد، والتالتة واحدة أجنبية اسمها نيكول. لو هنعرف أبنائه، هو ليه 3 أبناء من عطية الدرملي زوجته الأولى، خلف وجاب بنته باكينام، لكن نجوى فؤاد اتجوزها 17 يوم ولم ينجب منها أطفال. التالتة اللي هي نيكول خلف منها 2، نائلة ونواف. طبعا قصة نواف وقصة ابنه اللي يعتبر يعني من ذو القدرات، بلاش الناس اللي بتيجي تقولك كلام غير كده، ده ذو القدرات الخاصة. هو طبعا كان عنده توحد، هو في فترة من الفترات طلعت نجوى فؤاد في برنامج يمكن مش من زمان قوي، وقالت انا كان نفسي اروح احضر جنازة احمد رمزي ولكن ما قدرتش اروح اطلاقا. وكمان ولاده جم مصر كلهم علشان يمشوا في جنازته، لكن يدوب جم ومشي، خصوصا نائلة هي اللي جت. مات مكتئب وعاش عيشة وحيدة جدا جدا، كان عايش في عزلة تامة برغم الشهرة والمال والمجد، الا انه كان عايش وحيد. محدش كان بيعرف مكان إقامته فين داخل الساحل الشمالي، كان دايما متواجد في أماكن محدش يعرفها، محدش كان بيزوره أبدا أبدا، لحد ما جاله اكتئاب من الوحدة. بنته باكينام طلعت علشان يعني تدافع عن أبوها وقالت أبويا ما جالوش اكتئاب ولا حاجة، وماتش منتحر زي الناس ما كانت بتقول، وحكت قصة وفاته ويوم وفاته بالتحديد. قالت في يوم من الأيام والدي كان صاحي من النوم وهو بيصحى الساعة 12 الظهر وبكون بكلمه في الوقت ده. دخل الحمام وطلب من واحد اسمه عبد الله فضل يخدمه 40 سنة، وقال له حضر للفطار، حتى ان بنته اتكلمت عن فطار والدها وقالت كان دايما يطلب فطار وجبنة بيضة بدون ملح ولبن فقط لا غير. وهو في الحمام وقع وحس بدوخة، وقع وقعة جامدة جدا جدا. عبد الله الحارس بتاعه او اللي بيخدمه جري عليه بس ما قدرش يشيله. احمد رمزي معروف ان هو كان طول وجسم، لكن عبد الله اللي كان بيخدمه كان ضعيف جدا. عبد الله جري على الفيلا اللي جنبه واللي كان بيسكنها مصادفة طبعا صالح سليم، واحنا لسه في ايام وفاة هشام سليم ربنا يرحمه، طبعا يرحم كل اللي توفوا واحمد رمزي كمان. قال ان صالح سليم كان صديق عمر، كان صديق احمد رمزي، بعتذر، كان صديق العمري كمان، وقال ان هو كان ساكنين جنبه، لكن في الفترة اللي هو يعني توفى فيها احمد رمزي كان ساعتها صالح سليم توفى، واللي موجود في الفيلا ابنه اللي هو خالد سليم اللي هو متجوز يسرى. طلبوا الاسعاف وشالوه وجريوا بيه جدا على اقرب مستشفى، بس هو ما كانش قادر يتحرك تماما. ركبوا معاه عربية الاسعاف خالد، طبعا خالد سليم، وكمان الخادم بتاعه اللي اسمه عبد الله، وهم في الطريق لمستشفى العالمين توفى
وبلغوا عائلته وأسرته، ومراته نيكول وأبنائها جم علشان يشيعوا الجثمان. عايزة أقول لكم كمان إن هو لما كان ساكن في الساحل الشمالي اشترى حتة، يعني اشترى مدفن ليه في سيدي عبد الرحمن جنب أهل البدو اللي كانوا بيحبوه قوي، ويمكن جنازته ما حضرهاش غير أهل البدو، وكمان يمكن خالد سليم بالتحديد، وأحمد السقا، وخالد صالح سليم، وطارق عمر الشريف. مفيش حد تاني حضر الجنازة. قالت كمان بنته، قالت ان اخويا نواف كان معاق، وكان بيقعد 6 شهور مع والدي، و6 شهور يحب يروح يقعد في لندن علشان بيعرفوا يتعاملوا مع الناس اللي في عينته. ناس كتير اتكلمت وقالت ان كان احمد رمزي بيتكسف يتصور مع ابنه، لكن نيكول قالت بالعكس ابويا كان بيحبه بطريقة مبالغ فيها، بس هو ما كانش بيحب يتصور معاه لان الناس كانت بتبص له نظرات قاسيه، وهو ما كانش بيحب النظرات اللي كلها استعطاف. اتكلمت وقالت ان ابوها ما كانش بيكلم نفسه زي ما الناس قالت، ولا ان هو مات منتحر اطلاقا، بالعكس هو مر بازمه نفسيه وصحيه جدا جدا لما خرج من التمثيل واشتغل في التجاره، وكان دايما بيعمل مشاريع ويحاول يقترض فلوس كتيره جدا، وفجاه قامت حرب الخليج وصدر حكم بحبسه 10 سنين، ولما عرف كده خرج مصر، خرج طلع بره مصر وقعد هناك 10 سنين، وقدر يجمع شوية فلوس رجع يسدد بيها اللي عليه. بعدها رجع تاني للتمثيل لانه فعلا ما كانش معاه فلوس اطلاقا. شارك طبعا يسرى في الوردة الحمراء، وكمان فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر. هم عموما المسلسلات ديت والفيلم هو دخل فيها كانوا يعني ايه عشان بس يهيئوله فلوس، لكن هو دوره ما كانش اساسي اطلاقا. طبعا طلعت عليه إشاعة إنه ألحد، ولكن الكلام ده بنته قالت لأ. وعايزة أقول لكم سواء أو لأ، على فكرة دي حاجة بين العبد وربه، يعني حتى لو الدنيا كلها قالت هو ما بانش عليه حاجة زي كده، فالله أعلم، ممكن يكون الكلام اللي طلع مجرد شائعات زي ما قالوا عليه إن هو مات منتحر، وهو كان وقع في الحمام مش بإرادته، هو وقع أغمى عليه فقد الوعي، حصل في نفس اليوم توفى. الناس قالت لأ، لما دخل الحمام هو اللي اخد حبوب معينة وكلام من ده، كل الكلام ده عاري من الصحة تماما. عموما ربنا يرحمه ويغفر له. استنوا منا حكايات كتير ومواضيع جديدة واسرار لأول مرة هتعرفوها، تابعونا وان شاء الله هيوصلكم الجديد اول باول. حابة اشكركم شكرا جزيلا، ادعوا له بالرحمة وبالمغفرة، ربنا يرحم موتانا جميعا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.